السلام عليكم. النهارده هنعمل ملخص لفيلم ذا لاست كوميتي، لكن قبل ما نبدا يا ريت تعمل اشتراك في القناه وتفعل الجرس علشان يوصلك كل جديد. ويلا بينا على فيلمنا اللي بيبدا في بطوله نيويورك المفتوحه للكاراتيه مع المقاتل مايكل ريفرز، واللي بيتمكن من هزيمه كل خصومه لحد ما بيوصل للمباراه النهائيه وبيفوز بالبطوله. بعدها بيروح هو وبنته علشان يحتفلوا بالفوز، وهناك بيقابلوا رجل اعمال اسمه رون هول، وبيبقى عايز يتكلم مع مايكل في شغل. فبنته ساعتها بتسبقه على البيت علشان بيبقى عندها مدرسة الصبح، ورون بيعرض على مايكل الاشتراك في بطولة هتقام في اوروبا الشرقية واسمها كوميتي، هو اللي بينظمها واللي بيكون فيها افضل المقاتلين في العالم، والفائز بيكسب مليون دولار. لكن مايكل بيرفض العرض، وده لما بيعرف ان البطولة مش تابعة لاي منظمة، يعني ما فيهاش قوانين، وبيقوم سايبه وبيروح على البيت. لكنه بيكتشف ان بنته مش موجودة وان رون خطفها، وبيكون سايب له الكارت بتاعه وتذكرة السفر اللي هتوديه على مقر البطولة، ومايكل بيضطر انه يسافر. ولما بيوصل بيلاقي ان معظم المقاتلين اللي هناك جايين بسبب ان رون خطف حد من اهلهم، ورون بعدها بيقابلهم وبيعرفهم على نظام البطولة والقوانين بتاعتها. لكن في اتنين من المقاتلين ما بيبقاش عاجبهم الوضع وبيبقوا عاوزين يسترجعوا اهلهم، فبيقوم ضربهم بالنار وبيخلص عليهم. بعدها بيوريهم البطل بتاعه وهو المقاتل دريكو، واللي ما تهزمش ولا مرة داخل البطولة، ودريكو بيقول لهم انه هيقتلهم كلهم. ولما المقاتلين بيروحوا على وضعهم، مايكل بيتعرف على واحد من العمال واللي بيلاقيه عنده اعاقة، وبيعرف ان رون هو اللي سببها له بعد سوء تفاهم ما بينهم، والشخص ده بيحاول يساعد مايكل وبيعرفه على شخص بيشتغل في المكان كعامل تنظيف واسمه لورين، وده اللي هيقدر يساعده في الفوز على دريكو. ومايكل بيعرف منه انه كان مقاتل في الكوميتيه ووصل للنهائي، لكنه رفض يقاتل رون بسبب انه كان بيقتل خصومه قبل ماتشاته وعيلته الغنية كانت بتتسطر عليه. ولما رفض القتال قتله مراته وخطف بنته وكسر له رجله، ومايكل بيتفق معاه انه يساعده في هزيمة دريكو وهو هيساعده في الانتقام من رون. وفي الناحية التانية واحد من المقاتلين واللي اسمه دايمن بيعمل نفسه رايح يشتري ادوات تدريب وبيروح على اسم الشرطة، لكنه بيكتشف ان رون مسيطر عليهم وانهم مش هيقدروا يعملوا له اي حاجة، حتى اعضاء السفارة الامريكية بيشتغلوا لصالحه وبيحضروا ماتشات البطولة وبيشاركوا في الرهانات بتاعتها. بنرجع مرة تانية لمايكل وتدريباته مع لورين، واللي بتكون تدريبات عنيفة لكنها بتزود مهاراته بشكل كبير. كمان لورين بيخليه يتدرب مع مقاتلين من اساليب مختلفة علشان يسد كل مناطق الضعف اللي عنده. ومن ضمن الناس اللي لورين جابهم علشان يدربوا مايكل كانت جولي، ودي المدربة القديمة بتاعت دريكو واللي بتعرفه كل اسراره. وبعد انتهاء التدريب بيبدأ اليوم الاول في البطولة بمباراة سهلة جدا لدريكو، بيفوز بيها بدون اي مجهود وبيقتل فيها خصمه. وبعدها بتتلعب مجموعة كبيرة من المباريات لحد ما بنيجي لاخر مباراة ما بين مايكل ومقاتل الموي تاي بالينجا، والقتال بيكون قوي جدا بين الاتنين وبينتهي بفوز مايكل بالضربة القاضية. بعدها بننتهي لليوم اللي بعده واللي هيتحدد فيه المقاتلين اللي هيوصلوا لقبل النهائي، ودريكو بيقدر يفوز على ماركوس اللي فشل في الانتقام لصديقه اللي مات في اول ماتش على ايد دريكو، وليا بتقدر تهزم دايمن بعد ما بتضربه في دراعه وبيتخلع. اما المفاجأة فبتكون عند مايكل اللي بيقدر يفوز على مقاتل الكابويرا في نص الوقت اللي فاز فيه دريكو على نفس المقاتل في نهائي البطولة اللي فاتت، وده بيخلي رون يقلع على دريكو، فبيطلب من المساعد بتاعه انه يروح لمايكل ويجرحه بالسكينة في ايده. لكن لورين بيحاول يعالج الجرح قبل الماتش بتاعه، وبالفعل مايكل بيقاتل وبيفوز بالمباراة وبينجح في الوصول للنهائي قدام دريكو اللي بيوصل هو كمان للنهائي بعد فوزه على ليا، اللي دايما بياخدها وبيستغله قلة الحراسة اللي بتبقى مشغولة في تأمين رون واصدقائه المراهنين، وبينجحوا انهم يلاقوا الزنزانة اللي فيها اهلهم المخطوفين. لكن مساعد رون بيعرف وبيروح وراهم وبيتقاتل معاهم، لكنهم بيقدروا يتغلبوا عليه وبيأيدوه في الزنزانة. وفي الوقت نفسه دريكو بيبقى مسيطر على مايكل بالكامل، لكنه لما بيشوف بنته قدامه بيقوم مرة تانية وبينجح في ضرب دريكو اللي بيحاول يضرب مايكل من ضربه
ظهره، لكن مايكل بيقضي عليه. وبعدها بنلاقي ماركوس جاي ومعاه الشرطة، وبنعرف انه كان ضابط متخفي. وساعتها رون بيحاول يهرب، لكن لورين بيروح وراه وبيتقاتل معاه وبينجح في هزيمته. وماركوس بيقبض على رون وبينجح في انه يلاقي بنت لورين اللي كان خاطفها. وبيخلص الفيلم على كده. لو عجبتك الحلقة ما تنساش تعمل لايك وشير للفيديو وتشترك في القناة وتفعل الجرس علشان يوصلك كل جديد. هشوفكم ان شاء الله الحلقة الجاية. سلام.